يلا اي واحد، يلا يلا هذا، يلا هذا. هليكوبتر هليكوبتر. عزيزي وعزيزتي المشاهدة، هل أنت عبقري؟ بالمقطع السابق كان للأذكياء وصل تقريبا 615,000 لايك، ولكن يا ترى كم سيصل هذا المقطع وكم عبقري سيضغط زر اللايك؟ معنى الذكاء هو تمتع الشخص بقدرات تساعده في التحليل، التخطيط، وحل المشاكل. أما العبقرية فهي تمتع الشخص بذكاء عالي. عزيزي وعزيزتي المشاهدة، فرجعنا للعبة الدور. طبعا المقطع الأخير خلصنا المرحلة هذه، وهذه المرحلة كانت للأذكياء فقط. أما اليوم يا عزيزي وعزيزتي المشاهدة فخيرك فخيرك شنو؟ الأمر جدا بسيط. الباب هذا للأذكياء، الباب هذا للعباقرة. طيب الباب هذا لشنو؟ هنعرف بالمقطع الجاي. تعالوا مثل ما تعرفون المقطع اللي راح كنت اتعاقب كل ما كنت اخطئ، فعشان اخلص بسرعه فتحفيز اليوم بكل بساطه. دقيقه بس، خلاص شيل هذه عشان السعر لا يبين عندكم السعر. نعم يا عزيز، فلفل هندي. اللي ما يعرف الفلفل الهندي فانت ما جربت الحراره ابدا. انت على بالك ان احر شيء في العالم هو الشمس؟ انت مخطئ. احر شيء في العالم هو الفلفل الهندي يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم بالله ريحته حر. وربي ريحته حر. جمه اول مرحله. بسم الله. اكزيت ذا دور وذ كلر واي. حرام عليك اذا ما فهمت الى الان. واي هو بدايه لون واي. شنو الواي بالانجليزي؟ يلا يا حبيبي، عندك رقم واحد ريد جرين بلو يلا، واول حرف من يلا يا حبيبي. يا بابا ايزي ايزي. اللي بعده اللي بعده. العباقره مشكله والله. اذا العباقره اكثر مصيبه، قسم بالله والله مصيبه. اكزيت ذا دور وذ كلر 4. ممنتج شغل موسيقى التفكير. اكزيت ذا دور وذ كلر 4. كلر 4 4 كلر 4. اه لو علاقه. الباب اللي راح ارجع ارجع يا زلمه. والله لا رجعت. الباب اللي راح هو شنو؟ اطلع من الباب يلو. كان يلو 4 كان يلو. ففهمت علي ولا لا؟ اذا ما فهمت علي هذا دليل انك ما انت عبقري، انت ذكي. ارجع المقطع اللي راح، روح تعلم حبيبي روح. اوكي رجعنا للسؤال. رقم 4 شنو كان؟ يلو. هذا المقطع للعبقريين والعبقريات. اذا انت شايف نفسك مو عبقريه وشايفه نفسك مو عبقريه ها ذكيه، ارجوك اطلع برا لو سمحتي. والله ارجوكم لو سمحت اسئله. exit at the door with color g. اوكي color g. exit with the door color g. شو اللون اللي يبدا بجي؟ حي حي حمار. الله يستر. color g هو g نفسه. حي حي حمار. هو من اجل التحميس يا اعزائي المشاهدين، يعني من اجل التحميس. اوكي ار يلا خلونا نكمل. ما عاد لما الشمس تاكل شيء حار ما تحس عادي. يلا يلا. هذا فلفل واحد سوى فيني كذا. شلون ما خليت كل هذا؟ ها خمسه؟ شنو خمسه؟ هاي خمسه جديده يا عم. في شيء له علاقه هنا، والله في شيء له علاقه هنا. بينجو يا حبيبي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. والله لو ما يطلع أخضر أقسم في قرش باللعبة. أخضر يا حبيبي مع نفسك. أكل فلفل. ها ها. أوه والله حرب. شو exit at the door with color error. ها أوكي بدينا بحركات الإيرور. أوه هذا شنو هذا؟ أيوة هذه فيها فكرة بالموضوع. لونها أحمر. بس إيزي أحمر. بسط الامور اقسم بالله العلي العظيم. بسط الامور دائما امورك تمام. العباقرة دائما شو يطرحون فيه؟ العبقري لما يحط سؤال العبقري يحط سؤال غبي. العبقري دائما يصعب الامور على باله كل شيء صعب. اكتب ذا دور وذ كلر ار. ار شنو يعني؟ رد. حلوه منك الحركه. حاط هذه علشان ما يبين اللون. حلوه عشان يلعب بالالوان. طيب حلو. اوكي انا ما تلعب على شنو اللون الاحمر لما تكبه على لون اللي بالنص. يا سيدي خلصنا خلصنا. يلا 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 بعده بعده. يلا 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 يلا. اوكي رجعنا نفس السؤال، بس الفرق ان هالمره رجعنا المره الجايه اخوفي اصير كلب نابح.
ما يضحك. اطلع من الباب. شلون اعرف بابا؟ ما شلون ار يعني رد؟ شلون اعرف رد؟ شلون اعرف رد انت قاعد تلعب على الواد يا معفن؟ هي اسكر لو اوقف كذا اسكر عليه. هذا اخضر، هذا ازرق، هذا ازرق، وهذا اصفر. اجل احمر هذاكو. اي مخ وربي عبقري وربي اينشتاين وربي اي ولد. انا اخطا، انا ساعدت في اختراع الذره. ايوه انتوا تحاولون باي حركه تخلوني ما اشوف. ها يا الله يا مساكين. يلا يلا يلا، يعني ما اشوف، يعني ما اشوف، يعني ما اشوف لما الاحمر يبعد الثواني هذه. انا نظري سريع ثاقب، اصيد منه. اوه هيل نو. شنو شنو هذا؟ شنو عارف الحين؟ اكزيت تو ذا دور وذ كلر بي بلو. بلو وين؟ بلو في ثلاث اماكن. اجمع، انا عارف الاسئله هذه. هذه الاسئله لما المدرس يبي يسقطك، عرفت عزيز المشاهد؟ عزيز المشاهد انت لما تكون عبقري وذكي بس المدرس حاطك في راسه يبي يسقطك، هنا يعطيك اسئله غير محلوله ابدا. بس تدري شنو يا عزيز المشاهد؟ هنا تعرف اذا انت عبقري ولا عبقري ليفل ماكس. لان العبقري ليفل ماكس يحل الاسئله المستحيله ايضا. كولر اتزت ذا كولر وذ كولر بي. شغل لي تحريات كولر. اوكي ولقيته، هو هذا. بس انت حرب خمسة. جي 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 مقدر عضو اسوي يا شباب، مقدر عضو بالله عليكم، بالله. والله حرب، لا هذا من جد حرب. الموز زين، يقولون الموز يخلي الحرورة. انا خايف، والله انا خايف الحين. ما تشفيت من الحرارة اللي بفمي بالله عليكم. ايش السؤال هذا الحين؟ ار شنو اختار؟ ارد عندنا جي هنا وجي هنا وجي هنا. طبعا ليش جي؟ لان لونه احمر احمر احمر. ماني فاهم على اي اساس اختار، على اي اساس اختار؟ ماني فاهم، ما في شيء فوق تحت يمين فوق شيء، ساعدوني. دقيقة شباب، ليش هو الباب الوحيد فوق عنده هالتضريس هذا اللي فوق؟ انا ادقق على كل شيء، ما لي دخل، انا ادقق على كل شيء. يعني مو المصمم اللعبه مو غبي عشان يخلي وحده منهم تطلع كذا. يعني اذا طلع مو الباب هذا ايضا لونه احمر، في جي احمر، اذا ما طلع هو، والله هو المصمم، هو الخلق المصمم هو اللي سال ياكل فلفل احمر والله. يا العنا وين انا معلق؟ وين اروح؟ وين الدنيا؟ الو جبت ثلج من الثلاجة. ساعدوني بالله عليكم، بالله ابوس ايدك ابوس راسي، انا قاعد اتعذب. طلع لساني شنو صار فيه. شباب تدرون انا حمار؟ والله لو يطلع الشيء اللي ببالي انا حمار، لو يطلع ان ثلاثة فيهم لون اخضر واحد ما فيه، يعني روح عند اللي ما فيه. والله لو يطلع هذا اطلع حمار، ولا كان حمار، ولا كان حمار، لساني ما تمسبة حماق. خذ لك بعد شنو؟ آلة حسابية، معادلة حسابية رياضية، اجيب آلة حاسبة تطلع من الباب اللي لونه اخضر. شلون اعرف الباب اللي لونه اخضر؟ شنو هذا؟ دقيقة حسن، ركز ركز، هدي هدي هدي، لا تهدي هدي، ابعد خلاص. هذه اعرفها. 7-0-3 بي، ها شنو معناه؟ معناه اللون الاخضر، معناه اللون. والله اني ذكي، والله اني ذكي. بطلعك يا الاحمر، بطلعك يا الاحمر. الازرق الازرق. 0-0 احمر. بس 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 هذا هو، هذا هو. ارجوكم احتاج تفتي.
يطلع من الباب اللي لونه ايرور. طيب عندنا رسمة هنا. اوكي عندنا رسمة هنا. سهل يعني، هو اخر واحد يسار، هو اخر واحد يمين. دقيقة، يسار ولا يمين؟ يا جماعة ليش استعجال؟ تعودنا عادي. شنو يعني؟ انا الان قاعد اتعامل مع الفلفل. هذا الفلفل هو عبارة عن حلى بالنسبة لي. تبون اخر حبة ثانية؟ ايوه وصلنا لهالسؤال مرة اخرى. واخر مرة اخذنا بي، اخذنا بي لاني على بالي ان الصح اللي اخر شيء على اليمين، يعني اخر باب على اليمين، ولكن طلع الموضوع مو بالسهولة هذه. اجل اذا مو اخر واحد يمين، اخر واحد يسار يا حبيبي. اوكي جربنا الباب اللي اقصى اليمين، وجربنا باب اقصى اليسار، والحروف ما قاعد تتغير اماكنها. اجل الجواب اما ايوه، اما واي او ار، اما واي او ار. اي واحد راح يطلع؟ سم بالله يا جماعه، ما ابي احلف، ما ابي احلف، بس اطفي وجهي اذا جبت غلط. هو ما بقى الا واحد من هذول الاثنين. اي واحد يا ربي، اي واحد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ار ار. جبت اللي ما يشتغل لانه مسكر، ما ابي اطفي وجهي، ما اقدر. والله حر يا جماعه. شباب والله ما قاعد احس بلساني، والله ما قاعد احس بلساني، احس اني جوعان. يلا اي واحد، يلا يلا هذا، يلا هذا. هليكوبتر هليكوبتر. ربي. اوكي طلعت لي ثلج من الثلاجة وحطيته في راسي. عملية التسخين جدا صارت عالية في راسي، لازم اقلل، لازم احط مبرد، لازم احط مبرد ولا مخي راح ينفجر من الذكاء. عرفتوا؟ فهمتوا علي؟ من الذكاء، من كمية الذكاء مخي قاعد يشتغل 10 اضعاف المخ الطبيعي. عرفتوا؟ عشان كذا يا جماعة والله بابا رقم واحد شنو؟ واحد شنو هذا؟ اوه هذه اللي كنت اوقف قدامها كثير. ار ار. اي واحدة اللي ما فيها احمر هذه؟ سحر ايزي والله، ايزي وحو. اي ايزي. هذه شنو؟ جرين جرين على ما اتذكر كانت 1 4 7 صح؟ صح، ما يحتاج ذاكرة. عباء والله اني عبقري، والله اني عبقري. من علامات العبقرية ان ذاكرتك تكون ايوه. احنا جربنا يمين طلع غلط، اقصى اليمين، اقصى اليسار طلع غلط، ار طلع غلط، اجل واي. بالله يقولوا لي هذا اخر سؤال. اخر سؤال. خلصنا والله، خلصنا خلصنا. لا ما راح، لا ما راح اشيل، بروح بروح الحمام سيدك اتسبح باي بارد. وين المقطع؟ ايش فيني انا حمار؟ واحد بخي قاعد يشتغل بسرعه، ما اقدر اسوي اكثر من شيء بنفس الوقت. لا تنسوا اللايك يا جماعه، شكرا لكم. اي عبقري وصل لنهايه المقطع لا تنسوا اللايك. Trip. Yeah.